هيا دحين اصيل عنده تحدي بتحداني وانا تحديته انه ياكل سمكة السردين نية. يلا يا اصيل يلا قول بسم الله اول. طيب يلا. انا عم ياكل سلحفة وانا ما اكل سردينة. هيا وريني انت زي عمك. هيا كمل. كل كمان ايش تعال يا اصيل. بعيد. ايش هذا يا اصيل ليش كذا طيب؟ يا واد ليش كذا يا واد دوبك كنت جامد انت. مو كويس الطعم؟ طيب ليش طرشت؟ اصيل كيف بعد التحدي؟ ما اصلا ما حسيت بطعم اصلا ما في شيء. طيب وليش طرشت؟ ما اول مره في حياتي اكل سردين علي. طيب كسبت التحدي ممتاز خلاص الهديه جيتك. طيب يقول وخر على العربيه لا تمسح حدك فيها. يبي يتحدى اصيل وياكل حبه وصلت حبات على هاشم شوف الحباره هذه الحباره يبي ياكلها نيه هاشم. يلا ورينا التحدي مديك تمضغها وتبلعها. ابلعها لا مو ابلع. خلاص بكيفك يلا خلص. ايوه بلعتها. هاي طيب يلا بسم الله. هاي ازلط ما تزلط ما في تحدي. ابلع ابلعها اشوف وجهك. لا تفلتها لا تفلت.